بس احنا قلوبنا مشغولة بحياتك في الدرجة الأولى، عايزينك تسمع وتصلي وصلاتك تصبح مقبولة، وتسلم للرب طريقة وتلاقي مشاكلك محلولة. في رسالة جايالك من القلب، رسالة من القلب، جلس الأعمى على الطريق مستجديا معونة الكرام، مرتجيا يمسك بالرداء، أتى يسوع وبدد الظلام، يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، بنوره يزال كل هم، تغير الحياة بيسوع، بين القبور سكن مسكين، عبدا لأرواح من الشرير، يجرح الصدر بلا صواب، أتى يسوع وحرر الأسير، يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، بنوره يزال كل هم، تغير الحياة بيسوع، انظر إلى الأبرص والأصم، انظر إلى الكاسح والمحمول، ترى الجميع بانتظار برئ، أتى يسوع وقشع الغيوم، يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، بنوره يزال today have found the Savior able. They could not conquer passion, lust, and sin. Their broken hearts had left them sad and lonely. Then Jesus came and dwelt himself within. When Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. Takes the gloom and fills the life with glory, for all is changed when Jesus comes to stay. كم من أناس للخطأ عبيد، لا يدركون مصدر النجاة، فيائسوا وفشلوا إلى أن أتى يسوع وجدد الحياة، يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، بنوره يزال كل هم، تغير الحياة بيسوع. عبرانيين 11:1، أقرأ بعض الأعداد حتى نهاية العدد السابع. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فيه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه،
وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأن الله بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. الإصحاح العدد السابع. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. آمين. يبارك لنا الرب هذه الكلمات ويعطينا نعمة حتى نفسرها بقوة الروح القدس. رسالة العبرانيين هي رسالة موجهة إلى مجموعة من المؤمنين المسيحيين من خلفية يهودية، كانوا يمرون بضيقات واضطهادات. كتبت هذه الرسالة لتشجيعهم وتعزيتهم. يبدأ هذه الرسالة بالكلمة يقول الله: بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. يبدأ بمعالجة مشكلة هؤلاء المؤمنين من خلفية يهودية الذين تحت الآلام والاضطهادات كانوا مجربين بأن يعودوا إلى الأركان الضعيفة قبل إيمانهم بالمسيح. يشجعهم كثيرا ويطلب محور الرسالة هو التركيز على شخص يسوع. يقارن يسوع بالملائكة، أعظم من الملائكة، برئيس الكهنة أعظم، أفضل، يكرر كلمة أفضل، أفضل من رئيس من الملائكة، أفضل من رئيس الكهنة، أفضل من موسى، أفضل من هارون، أفضل من كل السيستم في العهد القديم، نظام الذبائح كله. يسوع أفضل. سبع مرات يتكلم عن يسوع بأنه أفضل، ذبيحة أفضل، دم أفضل من دم هابيل. إذن يعالج المشكلة في التركيز الأنظار على يسوع. يقول لهم في الإصحاح بعد قليل الثاني عشر: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود، مقدار هذه محيطة بنا. الشهود هن الجروب بالعهد القديم اللي سبقونا في هذا المضمار ووصلوا إلى خط النهاية. هذه السحابة من الشهود تحيط بنا، يشجعنا أن ننظر إليها ونطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. كمان بيرجع مرة ثانية ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. أتوقف عند هذه السحابة من الشهود عند أحد الشخصيات، هؤلاء الشخصيات المذكورة في الإصحاح الحادي عشر. يعطي عينة بشكل عام عن المؤمنين ابتداء من هابيل وأخنوخ، يصل إلى المؤمنين في سفر الملوك داود وشمشون وجدعون وباراق إلى آخره. يتكلم قليلا عنهم، يعطينا عينة. أتوقف عند شخصية نوح لكي نتعلم بعض الدروس من إيمان هذا الشخص المبارك الذي يسجله سفر العبرانيين. بتلاحظوا هؤلاء الأشخاص في عبرانيين 11 فعلوا أمرا واحدا: آمنوا وشهد لإيمانهم ونالوا مكافأة. ماذا فعل هؤلاء الأشخاص؟ نتوقف عند نوح، وقبل ذلك أتوقف قليلا عند تعريف الإيمان المسيحي. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. كثير ناس بيختبسوا هالآية، يعني هي ما بتعطي المعنى إذا ما أخذناها بالسياق. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. كل إنسان بيقدر يؤمن بما لا يرى ويوقن بأمور لا ترى، يعني بأي ديانة أي خلفية. الإيمان بماذا؟ بدنا موضوع الإيمان، ما هو الإيمان؟ بكمل بالعدد ستة بيقول: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وبأنه يجازي الذين يطلبونه. إذا موضوع إيمانه هو الله، مش القصة آمن. يعني نحن بيقولوا بسوريا، ما بعرف، يمكن بلبنان أو بعض الشرق الأوسط دول، آمن بالحجر تبرة، يعني آمن بأي شيء معين بس كون مخلص. بيقولوا لك إذا كنت مخلص آمن بأي شيء ما بيمشي. لا أبدا، نحن بدنا موضوع الإيمان. موضوع إيماننا هو الله الحي. وأنا بقدر صيغ تعريف بسيط بناء على الكتاب المقدس. الإيمان المسيحي هو تصديق كلمة الله المكتوبة والوثوق بشخصه مهما كان رأي الناس والظروف من حولنا معاكسة لهذا الإيمان. رد عيدها مرة ثانية: تصديق كلمة الله المكتوبة والوثوق بشخص الله
نؤمن بشخص، موضوع إيماننا شخص، تصديق كلمة الله المكتوبة والوثوق بشخصه مهما كانت آراء الناس من حولنا ومهما كانت الظروف معاكسة لهذا الإيمان. هيك عملوا هدول أبطال الإيمان. منشوف هلأ نوح شو عمل. إذا برد وضح مرة تانية بالنسبة للإيمان المسيحي، الإيمان المسيحي ليس تفاؤل أو قفزة في الظلام. التفكير الإيجابي للحقيقة حلو، التفكير الإيجابي حلو، واسمانه الإيمان المسيحي، يعني فكر إيجابياً وكل الأمور راح تصير بخير، والشمس طالعة والعصافير عم تزغزغ وكل شيء بخير، وتفائل وإلى آخره. هذا نوع من التفاؤل أو الإيحاء النفسي، مش الإيمان المسيحي. هذا مش الإيمان المسيحي. إذن ليس تفكير إيجابي ولا تفاؤل أعمى ولا قفز في الظلام. الإيمان المسيحي تصديق حقيقة، وعن هذه الحقيقة تدور حول موضوع الإيمان الذي هو شخص الله الحي، تصديق كلمة الله المكتوبة تحديداً، والوثوق به مهما كانت آراء الناس والظروف المحيطة بنا تعاكس هذه الحقيقة. يعني موضوع الإيمان أهم من الإيمان نفسه. يعني أنا سمعت تشبيه من أحد المؤمنين بيقول أنتوا البحيرات الجليدية موجودة عندكم بشمال، نحن ما بعرف كيف أنا بيتزلجوا عليها أو بيزحلوا أو بيطلعوا السيارات بيمارسوا بعض الهوايات عليها، البحيرة المتجمدة. أنت إذا عندك إيمان قوي والبحيرة ضحلة الجليد، طبقة الجليد عليها ضحلة كتير، هل إيمانك القوي الكبير بكفي أنه تزحل عليها؟ لا. عم بيقول هذا المؤمن المسيحي، قال لا بالعكس، إذا كان عندك إيمان صغير حجمه بينما البحر سميكة تقدر تزحل عليها حتى لو كان إيمانك قليل. مش القصة بالإيمان، القصة بموضوع الإيمان. نؤمن بكلمة الله المكتوبة وشخص الله الحي الذي هو موضوع وسند إيمان. أبدأ بقصة نوح. يقول في سفر التكوين عن نوح أن أبوه لامك، وعاش لامك 182 أو 83 سنة، وولد ابنا ودعا اسمه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا وتعبنا في الأرض التي لعنها، من قبل الأرض التي لعنها الرب. وبيحكي قصة نوح بعدين. الحقيقة نحن نعيش في أيام العالم فيه مضطرب جدا، شايفين شو عم بصير، أوبئة، بداية حروب، الحروب موجودة في كل مكان. أنا اللي لفت انتباهي برسالة بولس إلى تيموثاوس وقت يحكي: ولكن اعلم أنه في الأيام الأخيرة سوف تأتي أزمنة صعبة. صعبة ليش؟ شو السبب؟ القصة مش قصة حروب وكوارث حوالينا، القصة حالة الناس الأدبية الأخلاقية الروحية. لأنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين. بعد 17 صفة ميزة من صفات الناس في الأيام الأخيرة. يعني اللي بيخلي الأيام الأخيرة صعبة أكثر من الحروب والأوبئة هو حالة الناس المتدهورة أخلاقيا وروحيا. هاي اللي بيحكيها برسالة تيموثاوس بولس الرسول. في أيام نوح بلغ فساد الجنس البشري حدا غير مسبوق، وطبعا كان يسود الظلم والفساد في أيام نوح، وأكثر يعني أمرين كانوا يسودوا الظلم والعنف والفساد الأخلاقي، وموجودة بعدها في أيامنا. شوفوا أفلام هوليوود، أي فيلم من أفلام هوليوود تقريبا يعني لا يخرج عن مستوى القتل والعنف والجنس والإباحية. يعني أغلبا غالب الأفلام بتعبر عن العصر الموجودين فيه، بتعبر عن المجتمع المنحل أخلاقيا. قصة نوح مثل ما شفنا تبدأ أول شيء في بيقول عنه هنا بسفر في ضوء رسالة العبرانيين بالإيمان: نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد. إذا نوح ماذا حصل معه؟ تلقى رسالة تحذيرية واضحة محددة من الله عن حصول كارثة قادمة بعد فترة طويلة من الزمن طبعا. فماذا فعل تجاه هذه الرسالة نوح؟ بيحكي معنا. أحبائي، الكوارث الطبيعية والبشرية والأوبئة والمجاعات هذه رسائل تحذيرية من الله، تنذرنا بأمور أكثر وأخطر لكي نلتفت إلى الله ونتوب. بتذكر قصة مهمة جدا عن الرسائل التحذيرية كتير أثرت فيني. شفت فيلم وثائقي عن الإعصار أو التسونامي اللي حصل في نهاية 2004 بجنوب شرق آسيا، بجزر إندونيسيا، سومطرة و باندا إيتشي وهالجزر. بتذكر الإعصار الضخم المدمر اللي حصل بسنة 2004. عم حاول أرجع لأشوف بعض الأمور، لأنه شفت فيلم، شفت مجموعة من القبائل البدائية على التيفي
القبائل البدائية بتلاقي شبه عراة، أطفال عم بينطوا بالماء وعم ينزلوا وعم بعدين عم يركضوا، وعم بيقول الشخص اللي عمل الفيلم الوثائقي إنه هدول الناس، هاي الطبقة من الناس، في طبقة عفوا في مجموعتين من الكائنات نفدوا من التسونامي، هن هدول القبائل البدائية والحيوانات. الحيوانات طبعا بالغريزة بنعرف علميا إنه الحيوانات بتهرب هروب جماعي قبل حصول كارثة، في إحساس غريزي يعني، الماعز بيهرب على الجبال، الفيلة بتطلع، السمك الدلافين بتسبح بطريقة بتدخل للأعماق أو على الشاطئ، في شيء بيحصل في ضجة معينة، الحيوانات تسبق البشر بالإنذار، بتلقي الإنذار والهروب الجماعي. رسالة تحذيرية تلقاها نوح، ماذا فعل نوح؟ هلأ هو من تأملنا بالنقاط الثلاثة، ماذا فعل نوح تجاه كلمة الرب وتحذيره عن مجيء طوفان قادم سوف يهلك فيه الأرض؟ عمل ثلاثة أمور فيها فعل ماضي. نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد، أول شيء خاف، النقطة الأولى خاف، خوف الرب رأس الحكمة. الخوف حسب أحد التعريفات أحد رجال الله عرفوا أنه هو الشعور بأنك تقف أمام إله قادر على كل شيء، منه مصدر حياتك وسوف تقف أمامه لتقدم حسابا، دائما شعور أنه في شخص سوف يحاسبك، هو مصدر حياتك وسوف يكون الشخص الذي يحاسبك. خوف الله أنه دائما هالشعور، مش كل الناس بيشعرها شعور دائما، حتى في بعض المسيحيين مش عطول بيشعروا، بس يموت الضمير وما عاد يحس الواحد بخوف الله يبدأ في ارتكاب الخطيئة ولا يوجد له أي حساب أو مخافة للرب بأن يتابع. طبعا هناك أنواع من الخوف، الخوف الصحي السليم، الهروب من الخطر، الغزال مثلا بيهرب من الحيوانات المفترسة، نحن بنركض وقت نقطع الشارع خوفا من أن السيارة تضربنا. لكن هناك خوف طبعا مرضي وسواس، مش هذا النوع من الخوف. خوف الله هو الوقوف أمامه وأخذ كلماته على محمل الجد. أنا بهاب الله، بخاف الله، بأخذ كلامه جدي. يعني نوح وقت سمع الكلام أخذ هذه الرسالة التحذيرية، خاف، أخذ كلام الله بجدية، برهبة أنه هذا الكلام جدي راح يحصل، صدق الله وواثق بكلمته. الأمر الثاني الذي عمله نوح أيضا، فبنى فلكا. إذا خاف بنى، خوف الله. هلا في ناس كثير اتقياء هن خائفين الله، اذا بتلاحظوا سفر اعمال الرسل وقت كان يتوجه بولس مع اصحابه بولس وسيلا او بولس وبرنابا يدخلوا على مجمع يهودي، كان في مجموعتين من المستمعين، في مجموعه من الخلفيه اليهوديه وفي ناس بسميهم كاتب سفر اعمال الرسل لوقا خائفي الله، في ناس قريبين من اله اسرائيل بفوتوا على المجمع، هدول عندهم مخافة الله بدون يعرفوا الحقيقة. خوف الله خطوة أولى لمعرفة الله، لكن لا يكفي، في خطوات أكثر منه. مثلا كرنيليوس على سبيل المثال كان خائفا لله وبيصنع صدقات وبيكرم إلى إسرائيل، لكن يحتاج أكثر من ذلك، أن يظهر له ملاك ويبعثه على بيت بطرس ويقول له هو يكلمك كلاما به تخلص. بنى فلكا، نوح ما كذب خبر، شو عمل أول ما خبروا الرب عن هذه الأحداث؟ خاف الله. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. إذا خاف نوح وتجاوب بكل وقار وتصديق وابتدأ في بناء الفلك، ما بعرف كم سنة، فترة طويلة، بس حسب سفر التكوين بيبين أنه حوالي 120 سنة أعطيت فرصة أخيرة لتوبة الجنس البشري، ما بعرف قديش ضل يبني بالفلك، لكن ابتدأ باتخاذ خطوات عملية. شو الخطوات العملية لخائف الله؟ ببساطة، العهد القديم على فم أنبيائه الرب يرسل أنبيائه يقول ارجعوا إلي يقول الرب، نفس الكلمة هي كلمة التوبة ميتانويا في العهد الجديد. بكرازة يوحنا ابتدأ يوحنا يقول يكرز، وجاء يوحنا إلى برية اليهودية قائلا، في ذلك الزمان جاء يوحنا إلى برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. إجا بعده يسوع عم بيقول كمان نفس الكلام، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ورسل يسوع في سفر أعمال الرسل ابتدأوا برسالة التوبة والخلاص. التوبة ببساطة هي فيها شيء من الحزن والندم، لكن التوبة أكثر من ذلك. بالأصل اليوناني تعني ميتانويا، ميتانويو الأفعال أو المصدر، هي تغيير الفكر
ثم اتخاذ قرار وتغيير الاتجاه. يعني أنه أنا ماشي بهذا الطريق، اقتنعت بأنه هذا الطريق يؤدي إلى نهاية، إلى هلاك، إلى نهاية خطأ، اقتنعت، غيرت اتجاهي 180 درجة. تغيير الفكر والاتجاه، هذه هي التوبة المسيحية. هاي بتيجي بعد مخافة الله، ما بتكفي لوحدها. في كثير ناس أتقياء بيخافوا الله بس ما بيعرفوا أو ما بيكملوا الخطوات. يعني بيقول أنا بخاف الله وبعمل وما بأذي حدا وكذا، ما بيكفي، بدك تتوب، بدك تغير تفكيرك إنه أنت هالك. وأنا صغير مثل حسب اختباري قلت لكم، يعني أنا ما يعني لاني غرقان بالخطية وما في شيء بحياتي يعني، لكن كنت أعرف حالي هالك، كان عندي وعي إنه أنا بدي أروح على جهنم إذا مت هلا، رغم بعرف الكتاب وبعرف كل شيء. إذا التوبة هي الخطوة الثانية بعد مخافة الله، خاف وبنى. والخطوة الثالثة طبعا هي خطوتين بدي أعملهم أنا ثلاثة، خلص ودانا. لاحظوا ماذا يقول هون، فبنى فلكا لخلاص بيته، فيه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. شيء عجيب بقصة نوح، بتعرفوا شو العجيب؟ العجيب إنه كم واحد خلص من البشرية بكرازة نوح 120 سنة؟ 8 أشخاص، نوح وزوجته، أولاد نوح وزوجاتهم، هاي هي. قديش يعني الأقلية؟ بيقولوا بعض الباحثين إنه بأيام نوح كان سكان الأرض تقريبا يعني ما بعرف كم مليون، خلينا نقول 120 مليون بهالحدود، ما بعرف يعني إحصاءات ما حد بيقدر يحسب بالضبط، بس إنه قديش اللي خلصوا يعني النسبة المئوية قديه، يعني 8 من هالأمم الموجودة على الأرض من الطوفان، شيء لا يذكر. لكن نوح الذي خلص كما يقول بطرس في رسالته، إذ عصت قديما عن الأرواح التي في السجن، حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي 8 أنفس بالماء، بطرس الأولى 23. هذه هي النتيجة المحزنة لبشارة نوح. أنا الحقيقة عزتني شخصيا، كنت بشر كثير ببداية إيماني وبعدين ولهلا ما زلت أعطي نبذ، أعطي تراكس، أعطي كذا، أدعي على الكنيسة، وحس ما في ناس عم تطلب الخلاص، يعني حسيت بأحباط. بعدين اكتشفت أنه أنا مش شغلتي خلص الناس، أنا شغلتي أعيش الحياة المسيحية، أشهد بحياتي، وكلمة الرب لا ترجع فارغة. لاحظوا ماذا يقول أشعياء في 55:11، كلمة الله لا ترجع فارغة، هذه كلمتي، هكذا كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع فارغة، بل تعمل ما سردت به وتنجح فيما أرسلتها إليه. إذن كلمة الله، اقتنعت بعدين أنه في إلى فعلين كلمة الله، إما تخلص الناس وإما تدين، ما بترجع فارغة الكلمة. يعني أنت يوم تشهد بحياتك وتبشر الناس، إذا ما خلصوا أنت عم تكون عم تأدي واجبك ورسالتك المسيحية وعم بتطيع الرب على أكمل حدود. كلمة الله لا ترجع فارغة أبداً. إذن خدمة نوح الطويلة كانت نتائجها محزنة جداً، هلاك الجنس البشري في الطوفان الكامل اللي غمر الكرة الأرضية بشكل كامل، وخلاص عائلة نوح فقط، ومنهم تشعبت الأرض. بعدين الرب ابتدى صفحة جديدة في الجنس البشري. يعني ببساطة الله ما عنده شيء اسمه برلمان، كونغرس، ما عنده أغلبية وأقلية، ما عنده شيء. يعني إذا 8 من أصل سكان الكرة الأرضية خلصوا فقط، الله عنده شيء واحد، هي كلمته الصادقة الأمينة، بتأمن فيها تخلص، إذا ما أمنت بتهلك. ما عنده الله، ما عنده أي مفاوضة، ما عنده أي مساومة على الحق أبدا، ما في أغلبية وأقلية بكلمة الله، في فقط كلمة الله، إما تخلصك أو هي سبب دينونة تشهد عليك في يوم الدينونة. إذن أعود ألخص ما تكلمت به، الإيمان المسيحي ليس هو تفاؤل ولا تفكير إيجابي أبدا، الإيمان المسيحي هو تصديق كلمة الله المكتوبة والوثوق بشخصه مهما كان رأي الناس. أنا شيء اللي ما قلته إنه بأيام نوح ما كان نازل مطر يعني، والناس عم يطلعوا أكيد، هلا مو مكتوب بالكتاب إنه كانوا عم يسخروا منه، بس أكيد مثل روح العصر بتخبرهم عن المسيح، يا بيضحكوا يا بيسخروا يا بيضطهدوك إلى آخره.
تصديق كلمة الله المكتوبة والوثوق بشخصه، بشخص الله موضوع إيماننا مهما كان رأي الناس وظروف المحيطة. نوح فعل ثلاثة أمور عندما تلقى إشارة تحذيرية. لما أوحي إليه عن أمور لا ترى خاف فبنى فخلص أهله ودان العالم. كان كلام نوح سبب دينونة للعالم. الرب يبارك لنا هذه الكلمات ويعطينا قوة على حمل الكلمة والشهادة للرب مهما كانت الظروف، مهما كانت النتائج. نزرع هذه الكلمة أينما ذهبنا، نشهد بحياتنا، والرب بيكمل الباقي بحسب مشيئته. للرب إلهنا كل المجد والسلطان، شكرا لكم. فخر الأعظم، أنا كالخسفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا. إن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا. إن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخسفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي بنعمتك ويديك. لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي بنعمتك ويديك. لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخسفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخسفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. تفضلوا.